وقل رب زدني علما. طبعا هو الله تبارك يقول ما الحكم الخلق البشر إذا كان الله لا يحتاج إليهم؟ ولنتفق أنه لا يحتاج إليهم أول شيء. ومن أسماء الله تبارك وتعالى الغني، والغني عن كل أحد سبحانه وتعالى، لا يحتاج لا إلى البشر ولا إلى الملائكة ولا غيرهم، ولكن الله يحب أن يحمد، يحب أن يعبد سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لمحبته لذلك لا لحاجته، وإنما يحب أن يعبد سبحانه وتعالى.